السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير. أخوك عبد الرحمن الخالدي من معرض مهد الدين للسيارات. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون اليوم بسوي لكم مقارنة، طبعا صوتوا لها كثير من الأخوان على حسابي بسناب شات، طبعا اللي هي مقارنة ما بين شفرلت أوفيو وتويوتا يارس. طبعا تويوتا يارس على اليمين وشفرلت أوفيو على اليسار، الثنتين في موديل 2017. طبعا الثنتين هم وكيلهم وكيل المملكة العربية السعودية، التويوتا يارس عبد اللطيف جميل والشفرلت أوفيو وكيلها الجميح. اليارس تعتبر الفئة الثانية، هي يسمونها واي فليت أو واي الشركات، تيجي زجاج كهربائي، فرق عن الستاندرد زجاج كهربائي وغير أوتوماتيك وفيها بعض المواصفات زيادة. بالنسبة للشفرليت أوفيو تعتبر هي الفئة الستاندر أقل نوعية. عموما أخوة الكرام، نأخذ جولة سريعة على السيارتين من الخارج، بعدين نتكلم عن مواصفاتهم، عن أهم ميزاتهم إلى آخره. تويوتا يارس سعره في معرض مهد الدين 39500، السعر لا يشمل الضريبة ولا التسجيل. وشفرليت أوفيو سعرها 30,000 ريال، السعر لا يشمل الضريبة ولا التسجيل. ناخذ جولة على اليارس. السيارتين طبعا نفس تقريبا نفس الحجم ونفس الفئة، اللهم هذه التويوتا يارس من طبعا تويوتا اليابانية تجميع تايلاند، وفي منها تجميع اندونيسيا. وشفرليت أوفيو طبعا من جنرال موتورز الأمريكية تجميع مصانع كوريا. تويوتا يارس نقدر نصورها من الخارج. طبعا الثنتين سيارات لاستخدام المدينة وحلوات اقتصاديات عمليات. هذا اليارس صورت لكم كم مرة، سوينا لها مقارنة مع الأكسنت. وهذه الأوفيو. عموما اخوان الكرام، هذه الأوفيو الطاسة هذه في الشنطة أكيد، لأن السطح تثبت الونش على الجنط، فلازم نفك الطاسة عشان ما يخدش الطاسة. زي ما تشوفون الأوفيو، صراحة نظريا تشوف الأوفيو حجمها أوسع شوي. عموما قياس اليارس برضو في الشنطة بصورها لكم كلها بإذن الله تعالى. خلونا أول شيء نتكلم عن مواصفات المحرك. التويوتا يارس محركها 1300 سي سي 4 سلندر، طبعا بنزين 83 حصان. والشفرليت أوفيو 1600 سي سي 115 حصان 4 سلندر، طبعا ما شاء الله حتى محركها أكبر من محرك الأكسنت العادية. الأوفيو كل فئاتها تجي 1600 سي سي، أكيد حتختلف الصرفية، حتكون لصالح اليارس. حنصور لكم الصرفية بعد شوي. بالنسبة التويوتا يارس جيرها أوتوماتيك سي في تي، والشفرليت أوفيو جيرها أوتوماتيك طبعا فيه توب ترونيك. نظام الدفع فهو دفع أمامي للسيارتين. المواصفات الخارجية زي ما تشوفون تويوتا يارس ما فيها أي مواصفات خارجية، اللهم إذا بنقارنها بالأوفيو بنلاقي إن مرايتها ملونة فقط. روح الأوفيو ما شاء الله عندكم أنوار LED، طبعا في فئة الستاندر ونورها برضو عدسة على عكس اليارس اللي يجي نور عادي. بنروح للجنوط ونقرأ مقاس الجنط، طبعا هنا مقاس أكيد 14 إنش، هنا مقاس 14 إنش، ما أدري بيوضح معكم ولا لا. وهنا المقاس 15 انش. هنا الجنط حق الاوفي 5 صواميل، وهنا 4 صواميل، يعني تقبل الجموط الكامل حتى نفس الحجم. من الخلف نشوف ايش فيه، من الجوارب ما في اي شيء. طبعا هذه الاوفي وهذا الشفرليت، هذه اليارس ما في اي اختلاف. نروح لصرفيه الوقود. زي ما تشوفون شفرليت أوفيو 1600 سي سي دفع أمامي، كل لتر بنزين تمشي 15.5 كيلو، سنة الموديل 2017، نوع البنزين 91، تقييم السيارة ممتاز. لكن لا يغرك إنه ممتاز، يعني بيكون حول اليارس، اليارس أفضل بكثير. بسم الله. وهذه تويوتا يارس سيدان دفع أمامي 1.3 2017، 19.9 كيلو، كل لتر بنزين يمشيك طبعا. نوع البنزين 91، تقييم السيارة طبعا ممتاز أكيد. هذه أبرز المواصفات. الحين خلينا نصور مفاتيح السيارات.
زي ما تشوفون هذا مفتاح شيفروليت اوفيو، طبعا يجي ريموت الاثنين السبير وكلهم ريموت مع فتح الشنطه. طلع لكم مفتاح تويوتا يارس زي ما تشوفون، بس واحد ريموت واثنين سبير عادي، طبعا بدون خاصيات في فتح الشنطه. نصور اليارس من الداخل. تويوتا يارس من الداخل صراحة الداخلية أنيقة وجميلة. إلى الآن أقول لكم صراحة أنا معجب بداخلية اليارس أكثر من الفئات الثانية، عفوا من المنافسين الثانيين. اللي يعجبني أن لونها بيج صراحة، ولون بهيج جدا، تصميم السيارة، الخيوط الوهمية اللي جاية بلاستيك. ندخل داخل السيارة نشوف وش فيها من الداخل. بسم الله، رجع المرتبة لآخر شيء. طبعا هذه السيارة من الداخل، المقاعد قماش، ما بين القماش والشموة لونها بيج. عندكم زجاج كهربائي، المرايا كهربائية، تراكشن، السنتر لوك هنا، حاملة اكواب. طبعا الدركسون هذا، وللاسف ما في تحكم دركسون، لكن اللي يعجبني فيه انه حتى الدركسون تصميمه انيق صراحه، في تصميم للامانه، في شغل. صح ان الخيوط هذه كلها بلاستيك، مو باع خيط بلاستيك، تصميم كذا ديكور، لكن صراحه اهنيهم. حتى شكل الطبلون لو تلاحظون الالوان، التناسق بين الالوان، اللون الازرق هذا برضو للامانه جميل. السيارة اكيد فيها السي دي مع مدخل يو اس بي، لكن اضافة من الوكيل 200%، ما هو حق البلد يعني. حشوف اليو اس بي كيف، حتى صعب تفتحه شوي صراحة، مؤذي شوي. هنا الايوكس موجود، للأسف ما فيها بلوتوث. المكيف يدوي، الجير اوتوماتيك سي في تي، طبعا حاط لك توبترونك 7 سرعات. عندك هنا ولاعة الدخان، البريك هاند هذا هو، التكاية بالوسط حلوة تكي عليها أنت إذا كنت متزوج ولا أخويك راكب معك. طبعا يا زوجتك دبر نفسه في مكان ثاني تكي عليه، هنا بس الواحد، وأخويك الله لا يهينه لا يتكي في سيارتك. عندكم هنا طفاية الدخان، تكايات الرأس زي ما تشوفون، ما شاء الله عدد 3. حتى الأبواب تلاحظون الخيوط هذه الوهمية زي ما تشوفون موجودة، فور ميكر رصاصي. الواحد دائما يعني بيصور سيارة لازم يقول كل شيء فيها، شيء يشوفه حلو، شيء يشوفه شين. عندكم الشماسات طبعا فيها مرايا، لكن ما فيها إنارة. هذه هي شماسة السقف الراكب، عندكم أنوار السقف هذه، طبعا تقدر تخليها مع الأبواب إلى آخره، لكن للأسف ما في شيء هنا. للركاب ما لهم إنارة. هذه أغراض السيارة طبعا، ما شاء الله كالعادة كتالوج الوكالة، مسجل الحال، والمسجل إضافة الوكالة يكون له كتالوج. عندكم هنا لها الله حاملة أكواب برضو، هنا ما في شيء حاملة أكواب، ما في أي شيء. خلينا نشغل السيارة. مفاتيحي بسم الله. طبعا درجة الحرارة حقت السيارة من هنا، إذا كانت زرقاء يعني باردة، إذا كانت حمراء يعني ارتفاعة الحرارة، لكن تويوتا يمكن ما تشوف اللمبة الحمراء إلا بعد 20 سنة. ما في للأسف ما في عداد رحلات، ما في أي شيء. هذه السيارة من الداخل. مواصفات الأمن والسلامة، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات إيرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. أتمنى تكون السيارة ما قللت من مواصفاتها أي شيء، ما ذكرت شيء زيادة، كل المواصفات اللي ذكرناها هي الموجودة بالسيارة. الآن ننتقل إلى شيفروليت أوفيو ونشوف إيش عندهم الجماعة الأمريكيين في سيارتهم الأوفيو. بسم الله. بسم الله.
طبعا هذه السيارة من الداخل الأوفيو، هذه من الخلف، هذه الطاسة اللي تكون عليها. خليني أصور لكم برضو الآن قبل لا ننسى طاسات اليارس. بسم الله، هذه هي اللي بيقول لا أنت ما صورتها ظلمتها، هذه طاساتها، هذه عدتها للأسف ما يجي مطور هواء. فرشاتها هذه بلاستيك ربل، خلنا نشوف الأوفي وش عندهم في الشنطة. بسم الله، طبعا لازم شوي نستعرض قدام تويوتا ان هذه فيها الشنطة تفتح بالريموت. هذه سبيرها نفس الشيء، ما في اختلاف. عدة السيارة بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا فرشاتها موجودة في نفس السيارة. بسم الله، نشوف جماعة شيفروليت وش عندهم. طيب انوار السقف ما في شيء، طبعا السنتر لوك جاي مكانه شوي تعبان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نصور السيارة من الداخل. هذه الاوفيو اللي كان اسمها اول سونيك للمعلومية، بس اسم سونيك ما كان دارج. نبدأ نتكلم عن مواصفات السيارة. السيارة مقاعد باللون الرصاصي زي ما تشوفون، برضو قماش، بس صراحة ما أدري وش الحركة هذه، ألوان ذكرتني بسيارة دايو. هي ترى بالأول والأخير المصنع حق كوريا كان حق دايو نفسه، ما شفتوهم شرطة جنرال موتورز. عندكم الزجاج الأمامي كهربائي، الزجاج الخلفي هاندل. بسم الله، شغل السيارة. ما شاء الله، شوف العداد يتحرك، يطلع فوق ينزل. نبدأ نتكلم عن المواصفات. زي ما ذكرنا لكم الزجاج الأمامي كهربائي، الخلفي يدوي، عندكم حتى المرايا الجانبية يدوية، التحكم في الإنارة من هنا طبعا زي ما تشوفون، هذا هو هنا طفي النور تشغله. عندكم هنا التحكم بعداد الرحلات من هنا طبعا تتحكم فيه زي ما تشوفون، حساس الكفرات الى اخره. هنا تحكم بالدركسون نظام الصوت بالاضافه الى بلوتوث، مع ان السياره قزاز هندل ستاندر، هذه فيها تحكم بالدركسون. يا جماعه تويوتا، يا جماعه تويوتا، هذه ستاندر وفي قزاز الخلفي يدوي وفيها تحكم دركسون، حتى الصني يستحي شوي. عموما عندكم مكيف يدوي، سنتر لوك، هذا هو الجير اوتوماتيك زي ما تشوفون هنا التوبترونيك حقه. بسم الله، خلينا نشوف المانوال، طبعا لازم تمشي عشان يرفع السرعات. لاحظوا شوي، اوه صوت الكابرس قديم. قلنا لكم الجير اوتوماتيك توبترونيك. عندكم هنا منفذ طاقة، نظام تراكشن، هذا هو حالة أقوى بعد اثنين طبعا، وهذا حق المرتبة الخلفية زي تشوفون. عندكم هنا درج في منفذ USB EX، هذا حق وكالة حق مصنع، ما في لعب طبعا، ما في CD، لكن فيه زي ما قلت لكم USB و EX برضو موجود، وفيها بلوتوث. هذا الدرج حق السيارة. أنوار السقف برضو نور واحد، للأسف نور واحد، اليارس نورين فيها لمبتين، ما في شماسة، عفوا في شماسة لكن بدون مرايا للأسف، دبر نفسك بجوالك، ضبط شخصيتك بالجوال. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرام الـ ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إيرباك للسائق والراكب، وعدد 5 أحزمة أمان. هذه هي شيفروليت أوفيو والتويوتا يارس. خلصنا لكم المقارنة أخوان الكرام،
انت شوف السياره تناسبك، شوف السياره اللي تعجبك. طبعا اسعار السياره في الوكاله يا جماعه الخير لا احد يعتمد على السعر، ما رضي عماد الدين، انا اتكلم في السعر من واقع سياره قدامي، لكن مثلا للاسف اني ما مو بخبير في اسعار الوكاله زياده، لكن هذه تقريبا الشفرليت اوفي سعر في الوكاله في حدود 46 47 الف، والتويوتا يارس سعر في 51 الف ريال تقريبا، والله اعلم كذا الاسعار مقاربه هذه. لكن تعرفون المعارض دائما السعر ارخص شوي اذا كانت سيارات طبعا عليها عرض من الوكاله الى اخره، بعض الاحيان تكون سيارات في المعارض اغلى اذا كانت الوكاله خالصه من عندها، يصير في شوي نوع ما اللي يسمونه سوق السوداء. سيارتين هذول هم تويوتا يارس وشفرليت اوفيو، منافسينهم اكيد هوندا سيتي، نيسان صني، عندكم يا جماعه الخير مازدا 2، وعندكم في كوريا اكيد هيونداي اكسنت وكيا ريو وفورد فيجو او فيجو حاجه زي كذا تقريبا، وهذا لهم المنافسين الاكثريه. طولت عليكم اخوان الكرام بالفيديو، لا تنسوا تضيفوني على حسابي بالسناب شات، اتمنى الكل يضيفني. طبعا موجود عندي حسابكم، حسابي قال حسابكم، حسابي اول قناه وفي اول قناه واخر القناه، لكن اذا انت ما ودك تشوف اي شيء هذا هو حسابي اخوان الكرام، صور الشاشه وضيفني. دائما انزل لكم طبعا تغطيات سريعه، سنابات سريعه، وبرضه نسوي زي التصويت، قلنا وش تبون سوينا تصويت اليوم، وش تبون شفرليت اوفيو مع مين، طبعا خلينا الخيار شفرليت اوفيو والناس تختار اذا تبي يارس، تبي اكسنت، تبي يارس اكسنت او صني، فاختاروا اكثر شيء اليارس، مع انه بين بالامانه فرق حاجه بسيطه، ارقام بسيطه يعني ما كان ذاك الزود، يعني تقريبا في 7 اشخاص 8 اشخاص فقط اللي فرقوا، الرقم كبير لكن سبحان الله حول بعض. عموما طولت عليكم بالفيديو، لا تنسون دعم القناة، وإن شاء الله في تغطيات أكثر، مقارنات أكثر، نحاول نشتغل الأيام هذه على المقارنات، مو شرط تكون نفس الفئة سيارتين، يعني ممكن نجيب هيونداي اتش 1 ونقارنها بإنوفا، نجيب الكارنفال ونقارنها بإنوفا، يعني سيارات تكون نوعا ما اللي تبحث عنها العوائل، نجيب باجير ونقارن بفورتشنر، نجيب سيارات من هذا القبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.